جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي شروط تعداد الزوجات وماذا تنصحوننا في هذا الباب؟ مأجورين. شروط تعداد الزوجات هو ما نص الله عليه: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. شرط التعدد هو العدل، بأن ينفق على عليهن، وأن يبيت يقسم بينهن المبيت، وأن يسكن كل واحدة منهن في مسكن يليق بها، والكسوة أيضا يقوم بكسوتهن. فإذا قام بهذه الأمور الأربعة فقد عدل بين نسائه. نعم.